أنا اسمي عمر سمرة، أنا بتخصص في إن أنا أشيل نفسي وحاجات تقيلة جدا لأماكن عالية وشديدة البرودة. دي صورة ليا. أمشي فين؟ دي صورة ليا وأنا بطلع جبل في بيرو. ودي صورة ليا في آسيا مع ناس شبه بلابيس. على فكرة مرة اتسألت أنا مين في الصورة دي؟ سبعتاشر مايو 2007 الساعة 9:49 الصبح بالظبط اتحقق حلم كان مدته 12 سنة، وصلت لقمة جبل إيفرست، وأصبحت أول مصري وأصغر عربي يوصل قمة الجبل. في 27 مصري فازوا بميدالية أولمبية، 7 مرات كسبنا بطولة القارات، بطولة كرة القدم الأفريقية. 4 مصريين أخذوا جائزة نوبل، لكن في واحد مصري بس هو اللي وصل لقمة جبل إيفرست. السؤال هو ليه؟ ليه ما فيش غير واحد بس؟ بطريقة يعني بصراحة جديدة وبطريقة بإيجاز، لأن الفكرة فكرة مجنونة أو فيها درجة كبيرة جدا من الجنان. بوجه أدق يعني تسلق جبل إيفرست من أصعب أو أخطر التحديات الإنسان ممكن يحط نفسه فيها من الناحية البدنية ومن الناحية الذهنية. 8850 متر حوالي 9 كيلو، نفس الارتفاع اللي بتحلق عليه الطيارات. نفس الوقت حوالي نفس ارتفاع 220 عمارة 10 أدوار. بيقل فيها كمية الأكسجين بتوصل لحوالي 6%، وده أقل من ثلث كمية الأكسجين اللي موجودة على سطح البحر. درجة الحرارة بتنزل أقل من ناقص 40، قوة الرياح فوق 150 كيلو في الساعة. قضي 2.5 شهر على الجبل، وفي 250 واحد ماتوا في المحاولة دي. طب ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ ليه ما تقعدش في البيت مثلا تجمع طوابع أو حاجة زي كده؟ وبرضه اتسألت السؤال ده. هحاول إن أنا النهاردة هجاوب على 3 أسئلة. أول واحد، ليه بعمل كده؟ تاني حاجة هحاول أقول لكم بخطوات بسيطة وسهلة إزاي كل واحد فينا ممكن هو في وقت فراغه يطلع جبل إيفرست. وآخر حاجة، بعد ما الواحد بيوصل للهدف بتاعه إيه اللي بيحصل بعد كده؟ أنا اتولدت في ويمبلدون، نفس المنطقة اللي بتلعب فيها بطولة التنس العالمية، وفي نفس الوقت اللي بتتلعب فيه البطولة. وأهلي شافوا إن دي هتبقى يمكن فال كويس أو نبوءة إن أنا هطلع لعيب تنس عالمي أو بوريس بيكر المصري. للأسف أنا فشلت جدا في رياضة التنس، وفشلت الصراحة في كل الرياضات لحد سن 11 سنة. وبعدين ازداد الموضوع سوء في سن 11 سنة إن أنا جالي ربو. ربو حاد جدا في صدري، كنت بصحى كل يوم مش قادر إن أنا آخد نفسي. وزاد الموضوع سوء لحد ما بقى نفسي عامل زي كده. صوت. تاني. أنتوا عارفين الصوت بس يعني لازم. طبعا اهلي كانوا قلقانين جدا ان انا صوتي بعمل زي دارث فيدر، فخدوني للدكتور. الدكتور صراحه طمني، قال لي انت عندك نوع من الربو هيختفي وانت عندك حاجه و20 او حاجه و30 سنه، لكن لو عاوز انت تحسن اكتر لازم تبتدي تلعب رياضه بشكل جاد وبشكل منتظم. ابتديت العب سكواش، وبعدين لما طولت شويه بيسموه البلوغه اعتقد لعبت كره سله، وكنت عمري في حياتي ما طلعت جبل ولا اعرف الجبال دي. لحد في سن 16 سنه اتاحت لي الفرصه ان انا اروح سويسرا، وهناك الفرصه ان انا اطلع جبل. دي كانت حاجه عمري ما عملتها قبل كده، وكنت عمري ما شفت التلج في حياتي اصلا. لكن لما خطيت في وسط الجبال حسيت بحاجه غريبه، حسيت ان انا زي ما اكون رايح مكان مألوف او مكان انا روحته قبل كده. وعجبت جدا بجمال الطبيعه الرائعه. يعني واحد لما بيروح منطقه الجبال، اي حد راح فينا سلسله الجبال في اي حته زي ما يكون في كوكب تاني. وبرده الانسان بيحس احساس طبعا احساس بالراحه واحساس بالسكينه، يعني في طاقه ايجابيه او يمكن في طاقه ايجابيه موجوده زي موجوده في العالم كله لكن غير ملوثه، موجوده في الجبال واحد بيحس بيها فعلا. بس يمكن اكتر حاجه شدتني الموضوع تسلق الجبال هي عنصر التحدي. زي ان الواحد لما بيتسلق جبل مش بيتحدى غيره ولا بيتحدى الطبيعه ولا بيتحدى الجبل لانها اقوى منه بكتير، وانما بيتحدى نفسه. ازاي ان الانسان يتحدى ضعف العقل وضعف الجسد عشان يقدر ان هو يوصل للهدف بتاعه. الدنيا بترمي علينا مشاكل كتير جدا، وبنتحط في محن كتيره جدا لازم ان احنا نجتازها، لكن لما الانسان بيحط نفسه في تحدي بايده بيتهيألي المردود بتاع ده بيبقى اعلى بكتير. رجعت من التجربه دي بسذاجه واحد عنده 16 سنه، قررت ان انا خلاص طلعت الجبل الصغير ده يبقى هطلع اعلى جبل في العالم. بعد ما ابتديت اعمل شويه تحريات واتكلمت مع شويه ناس اكتشفت ان الموضوع ده اصعب كتير جدا ما تخيلت، وهياخد وقت كتير جدا. فبدل من ان انا انسى الهدف ده تماما قررت طيب اشوف ايه هي الامكانيات وايه هي المواهب والموارد اللي انا محتاجها عشان اقدر اطلع الجبل ده، واكسر الهدف الكبير قوي اللي هو ايفرست ده لاهداف كتير ثانيه صغيره، وابتدي اخد خطوات ثابته لحد ما اوصل ليه. نعمل فاست فورورد حوالي 12 سنه،
طلقت فيها عدة جبال في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية وفي أوروبا لحد فعلا ما بقيت جاهز إن أنا أعمل محاولة على قمة جبل إيفرست. في السلايدز اللي جاية دي هوريكم بقى إزاي إن أي حد ممكن يطلع جبل إيفرست. الخريطة دي بتوري التوبوغرافيا بتاعت جبل إيفرست. كل ما الواحد بيطلع في الارتفاع كل ما ضغط الهواء بيقل، لما ضغط الهواء بيقل معناه إن كمية الأكسجين بتقل، وكل كمية الأكسجين بتقل لازم الإنسان يتأقلم على كده، يعني لازم إن هو يبتدي يعمل عمليات طلوع للجبل ونزول عشان كمية الكرات الحمراء اللي في الدم، الجسم بيحس بنقص ضغط الهواء يبتدي يفرز كرات حمراء أكتر تشيل دم أكتر، فالإنسان يقدر يعيش في الأجواء دي. فالخطوة رقم واحد هي سهلة جدا، هنشيل كل المعدات والمؤن والأكل اللي إحنا محتاجينها لمدة شهرين ونص لمدة أسبوعين عشان نوصل للبيس كامب ونقعد في الفندق اللطيف الخمس نجوم اللي أنتوا شايفينه ده. تاني خطوة أو تاني خطوة إن إحنا نوصل لمعسكر رقم واحد. النصيحة هنا ما تبصوش لفوق لأن في كتل من التلج حجمها يمكن وزنها بيوصل حاجة زي 2 طن ممكن تقع فوق دماغنا في أي لحظة، فلازم إن إحنا نحاول إن إحنا يعني ما طبعاً في حاجة غلسة يعني لو ده حصل. فبدل ما إن إحنا نعمل كده إيه، طب إيه الحل؟ الحل إن إحنا نمشي بدري جداً لما الشمس تكون لسه ما طلعتش فالتلج يكون متجمد أكتر حاجة، ونحاول نسلك أحسن طريق أو أسهل طريق عشان نقدر نوصل للقمة. بعد كده هنحاول نبصش لتحت، لأن لو بصينا لتحت في حفر كبيرة جداً زي من هنا لخمسة متر لقدام، وفي سلم صغير، السلم ده أصلاً متخرم ولازم أمشي عليه، وكل ما أمشي عليه السلم بيتني ويبتدي إن هو يتحرك، وعمق الحفر دي ممكن توصل يعني زي الحفر اللي موجودة في شوارع القاهرة، لكن بيبقى ساعات عمقها حوالي 200 متر، فالواحد ما يبص تحت بيشوف بس اسود. الناس اللي عايشه في الاماكن دي عندها زي نكته ظريفه بيقولوا فيها ان لو واحد وقع في واحده من الحفر دي يقع لحد امريكا. بعد ما نوصل عايزين نوصل بقى للمعسكر رقم 2. النصيحه هنا اديها لكم ان لازم الواحد يفضل يتجنب الحراره وان هو يشرب ميه كتير. طيب عشان يتجنب الحراره يبقى الواحد ممكن يلبس شورت وفانيلا وكاب. للاسف الانسان ما يقدرش يعمل كده لان انا دلوقتي على ارتفاع 6000 متر، يعني انا 6 كيلو اقرب للشمس، وكل الحوائط او كل الجبال اللي حواليا دي بتعكس اشعه الشمس بتخلي الواحد يحس بدرجه الحراره اكتر كتير، ممكن توصل لحد 30 و40 و50 كمان. فمعنى كده ان انا هتحرق، جلدي هيتحرق، فلازم اغطي نفسي. لما بغطي نفسي بفقد ميه. طب حاجه سهله جدا، انا فقدت ميه بحشرب ميه كتير. طب لو قلت لكم ان احنا محتاجين نشرب 4 لتر ميه في اليوم واحنا 4 في الخيمه، وانها بتاخد 45 دقيقه عشان اسيح لتر واحد من الميه، يعني محتاجه 12 ساعه. هل انا معايا 12 ساعه كل يوم عشان افضل اسيح ميه؟ بالتالي دايما ما باخدش كفايتي من الميه، وعدم الميه بيأثر جدا على كفاءه الجسم. النصيحه اللي بعد كده ان احنا لازم ننام كويس وناكل كويس. طيب نقص الضغط، نقص الاكسجين بيعمل ايه؟ بيخلي ان الانسان نومه متقطع. لما بدخل انام واصحى بحس ان انا تعبان اكتر من انا دخلت نمت. نقص الاكسجين بيأثر على الاكل، مش قادر اهضم الاكل، الجسم ما عندوش اكسجين كافي ان هو يهضم الاكل ويكسره عشان ياخد منه الفايده اللي انا محتاجها. خسيت حوالي 12 كيلو في التجربه دي. طبعا الموضوع صعب شويه، وطبعا مناعه الجسم كمان بتقل جامد جدا. يمكن اصعب موقف اتحطيت فيه في التجربه بتاعه ايفرست هي كانت وانا رايح للمعسكر رقم 3. كنا عاوزين فضلنا ماشيين لحد ما نوصل لحد اسفل سفح الجبل اللي احنا هنطلعه اليوم ده، وكان في واحد من فرقه ثانيه طالع معانا برده بس سبقنا بحوالي نص ساعه. لما وصلنا لاسفل الجبل ده فوجئنا بجثته. طبعا احنا عارفين الاحصائيات وعارفين ان في ناس بتموت على ايفرست، والسنه اللي احنا كنا فيها في 5 ماتوا، لكن لما واحد بيشوف الموضوع ده بعينيه بيبقى ليها تاثير مختلف تماما. ولازم ان احنا ناخد قرار وقتي، مش هينفع ان احنا نعمل ميتنج مثلا او ان احنا نقعد نناقش الموضوع، لان المكان اللي احنا قاعدين فيه نفسه فيه خطوره كبيره جدا. اللي بيحصل لما الانسان بيواجه خوف بالشكل ده بيخلي الانسان يرجع لفعلا جواه ويفكر اللي انا بعمله دلوقتي ده، الحاجه الجنونيه اللي انا بعملها دلوقتي، هل هي فعلا تستاهل؟ يعني هل هي المبادئ اللي جوايا والاسباب اللي خلتني ان انا اجي اعمل المغامره دي فعلا لسه موجوده؟ وفعلا بالنسبه لي انا كانت واضح بالنسبه لي انا عندي هدفين. رقم واحد ان هو كان في هدف شخصي، ازاي ان انا اثبت لنفسي ان نفس الطفل اللي كان عنده 11 سنه يقدر ان هو يروح من الربو الا ان هو يقف في اعلى قمه في العالم اللي هي بيقل فيها كميه الاكسجين 6%. ونمره 2 كان معايا علم مصر معايا في الشنطه بتاعتي طول الرحله، ومش هينفع ان انا ارجع في اخر في اول فوق يعني اول عقبه تقف قدامي، فقررت ان انا اكمل. لما وصلت للمعسكر رقم 3 وهو عرضه حاجه زي 2 او 3 متر
بتبقى الخيمة منصوبة. النصيحة بقى اللي انا هديها لكم هنا ان لما واحد يجي بالليل ويطلع يخش الحمام يخلي باله عشان لو مشي شوية كده ونزل في حاجة زي 1000 متر لتحت. وفعلا في ناس فعلا ماتت بالطريقة دي، ودي طبعا طريقة موت وحشة جدا ان واحد يموت بالطريقة دي. المعسكر رقم 4، عشان نوصل المعسكر رقم 4 بنطلع حيطة طويلة جدا ارتفاعها 1000 متر من التلج. وهنا النصيحة ان احنا لازم بدل ما نفكر في الحيطة كلها نفكر ازاي ان احنا كل خطوة وكل نفس ان احنا ما نفكرش في الهدف الكبير قوي عشان ممكن ان هو يعني يهزمنا، نفكر في كل خطوة بخطوة. لما بنوصل لحد المعسكر رقم 4 اهم حاجة هنا ان احنا نستجم تماما ونستريح completely relaxed ونحاول ننسى ان احنا بقالنا 12 سنه بنحاول ان احنا نرتب الموضوع ده، وبقالنا سنتين في تمرين مكثف وشهرين ونص على الجبل، وبقالي 30 ساعه متصله بحاول اتسلق، وكل الكلام ده كله فاضل على شويه الساعات اللي فاضلين دول. نحاول نريلاكس وبس عشان نقدر ان احنا نكمل. بنبتدي المحاوله على قمه الجبل بالليل عشان نقدر نوصل لقمه الجبل بالنهار وننزل بالنهار، لان النزول اخطر من الطلوع. لما بتيجي الساعه في حالتنا كانت الساعه 11 الا ربع بالليل ابتدينا فعلا ان احنا ناخد الخطوات الاخيره لحد عشان نوصل لقمه الجبل. النصيحه اللي هديها لكم هنا ان لازم ان احنا نتقل في الهدوم شويه عشان درجه الحراره بتبقى يمكن ناقص 30 او ناقص 40. درجه الحراره بتبقى برد لدرجه ان انا كنت عندنا زي باكيتات، الباكيتات دي لما بنفتحها الحاجه اللي جوه بتتفاعل مع الجو وبتولد حراره. كنا بنحط واحده هنا في الايد من هنا عشان هنا جنب الشريان، واحده في الايد من جوه، واحده في الايد من بره، وبعدين بنلبس جوانتي رفيع وفوق الجوانتي جوانتي اتقل، وبعدين جوانتي اتقل ثالث، وكنا لسه بنحس بالبرد. وطبعا الدنيا ضلمه خالص مش شايفين اي حاجه غير متر منوره الكشاف اللي احنا لابسينه فوق دماغنا. لما الشمس بتبتدي ده تطلع طبعا بتبقى منظر الطبيعه جميل جدا، بنشوف مناظر رائعه، لكن اللي بيحصل ان احنا كمان بنشوف احنا كنا طالعين على ايه. زي ما انتم شايفين بنلاقي ان احنا ماشيين على حافه صغيره جدا. والنصيحه هنا ان احنا نحاول ان احنا ما نخافش من الارتفاعات، لان لو واحد وقع يمين او شمال فيها حوالي 2000 او 2500 متر فيمكن نسبه ان واحد يعيش قليله شويه. اخيرا لو واحد قدر ان احنا يتبع كل الخطوات دي بالتاكيد ان احنا هنقدر نوصل لقمه الجبل. وكانت الفرقه بتاعتي بتتكون من 4 أنفار، والحمد لله قدرنا ان كل واحد فينا يوصل لقمه الجبل. دلوقتي لما بوصل لقمه الجبل عملت نفس الحاجه اللي بيعملها كل واحد فينا لما يوصل اي مكان جديد، طلبت البيت. طلعت التليفون الساتلايت كلمت. طبعا انتوا لازم تتخيلوا الموقف، انا واقف على قمه الجبل، قمه الجبل دي مثلا ايه عرضها حاجه زي 2 متر، بقالي شهرين ونص في الموضوع ده، طبعا شكلي مطحون، درجه برد جدا، وقاعد وماسك التليفون ده. طبعا هو الارسال كويس جدا ان انا قريب من القمر الصناعي. اول واحد فكرت ان انا اطلبه الصراحه كان اخويا، لان هو كان شاركني في اول مرحله من التسلق لحد البيس كامب. فانا واقف في الموقف ده طلبته بس ما بيردش. قلت خلاص اكيد ليه عذره، يمكن في الحمام، يمكن حاجه زي كده بيقضي حاجه او كده، فجربه تاني يعني. طلبته برده ما ردش، فطلبت قلت اطلب والدتي، طلبتها، التليفون ما رنش تقريبا يعني، هي كانت قاعده فوق التليفون، فاول ما يعني بترد عليا على طول طبعا من القلق، ان هو اخر 30 ساعه خالص بيبقى ما فيش اتصال تماما، وهما بيعرفين ان انا ممكن اتكلم القمه او ممكن ما اتكلمش، ويبقى يعني دي الوقت اللي بيحصل فيه كل الحوادث وكل الكلام ده. فطبعا كان الموضوع صعب. اتكلمت معاهم، انا طبعا كنت متاثر جدا، فكان الكلام طالع مني بصعوبه شديده، وطبعا نقص الاكسجين مش قادر اخد نفسي اصلا. وفاكر ان انا قلت بس ان انا وصلت، مش فاكر اي حاجه ثانيه اني قلتها، لكن فاكر كويس جدا الكلام اللي اتكلمت مع اخويا برده، فاكر الكلام اللي قاله لي. اول حاجه قالوا لي انها طبعا فخورين جدا بيك، تاني حاجه يا ريت بقى تاخد بالك في الطريق النزول. طبعا حاجه بديهيه جدا بس انا بالنسبه لي كانت يعني ريفيليشن، يعني اللي هو ايه ده انا لسه هنزل تاني. طبعا بقيت القصه انا مش هكملها، ان انا كل الكلام ده انا كده وصلت نص المسافه ولسه بقى لازم هنزل تاني. النقطه الثانيه انا عايز اتكلم عليها هي بعد ايفرست. يعني انا رجعت من ايفرست وكان بقالي 12 سنه بصحى الصبح بنام بالليل باكل بشرب بفكر في الحلم ده، بفكر ان انا عاوز اطلع اعلى جبل في العالم. طبيعي جدا بعد ما احقق الحلم ده يبقى في فراغ كبير جدا في حياتي، وده حصل، وحسيت فعلا مش باكتئاب بس حسيت فعلا ان انا مش عارف اعمل ايه. وفي ناس كتبوا ووصفوا ان هم بعد ما بيطلعوا زي ايفرست او بيحققوا هدف كبير جدا كان عندهم بيحصل لهم ديبريشن ساعتها. فكرت ولقيت ان انا لسه
بحب موضوع تسلق الجبال، لسه بحب اتحدى نفسي بالشكل ده، فقررت ان انا عاوز اطلع القمم السبعه اللي هي اعلى جبل في كل قاره. لحد النهارده طلعت منهم اربعه وفاضل ثلاثه، وانا في وسط التحدي ده قررت ان ده مش كفايه، عاوز اعمل حاجه تانية كمان، فقررت ان انا عاوز اكون اول مصري يوصل للقطب الجنوبي والقطب الشمالي على رجليه. عشان اكمل الموضوع ده، الحاجتين دول مع بعض اسمهم الجراند سلام، اللي هي ما فيش غير 20 واحد في التاريخ قدروا ان هم يحققوها. وتبقى حاجه جميله جدا ان واحد مصري من بلد حر جدا، من بلد مسطحه جدا، يقدر ان هو يكون اسم واحد من ضمن ال 20 او 25 اسم دول. طب ده كله كلام جميل جدا، انا ممكن اقضي حياتي كلها، الايكو تاني، ممكن اقضي حياتي كلها بمشي ورا اهداف، اطلع جبل وبعد كده اطلع التو بولز، وبعد كده مخلص التو بولز اشوف في ايه تاني بعد كده وايه تاني بعد كده. وقعدت افكر، طيب وارد جدا ان انا كمان 10 سنين او 20 سنه او 30 سنه بعد ما اخلص كل الكلام ده احس بفراغ تاني، او احس انا كده ما عملتش حاجه. وابتديت افكر في حياتي واللي حصل في حياتي في السنتين الثلاثه اللي فاتت، من ساعه ما رجعت مصر تاني وابتديت ان انا اجي زي هنا واكلم ناس واعمل ندوات وحاجات زي كده. وابتديت افكر ان هو ان بيجي لي فعلا نوع من السعاده ان انا احقق التشالنجز دي، وبتاثر فيا تاثير كبير، لكن حسيت ان يمكن السعاده الحقيقيه او فعلا الواحد يقدر يلاقي معنى كويس جدا لحياته هو لما يكون الحاجه اللي بيعملها ليها مردود ايجابي على شخص تاني او على المجتمع ككل. يعني ممكن هي دي متهيألي انها سنه الحياه، ان الانسان بيقضي حياته بيتعلم حاجه وبيتقن الحاجه دي جامد جدا، وبعد كده بينقلها لواحد تاني، الشخص ده بيطورها وبعد كده ينقلها لحد تاني. انا دلوقتي طلعت ايفرست، قبل ما اطلع ايفرست كان ممكن اي مصري يقول والله مستحيل ان واحد مصري يطلع جبل ايفرست، لكن الجيل اللي جاي مش هيقول ده مستحيل لان انا طلعت ده، فبالتالي دي حاجه سهله ممكن تتعمل. انا هدور بقى على ايه الحاجه اللي موجوده بعد كده عشان اقدر ان انا اعمل حاجه زي كده. قررت ان انا عاوز اعمل اكتر ندوات زي كده، يعني ان انا اقدر اتكلم اخاطب الشباب اقول لهم ان ازاي ان واحد يبقى عنده هدف وان ازاي ان هو يقدر يوصله. الحاجه الثانيه لقيت ان انا شغلي بشتغل في مجال البنوك لمده 8 سنين وعملت ماجستير والكلام ده كله، لقيت ان ده مش الحاجه اللي انا بحبها ومش الحاجه اللي انا حاسس بيها من جوه، فقررت من سنه ان انا اسيب شغلي وأأس الشركة اسمها وايلد جوانابنا. فكرة الشركة دي هي إن أنا أخد ناس إلى رحلات في شتى أنحاء العالم عشان يعملوا معايشة حقيقية مع حضارات وشعوب ناس من دول تانية، ويشوفوا فعلا الطبيعة بتاعت الكون اللي احنا عايشين فيه وجمال الكوكب الأرض اللي احنا عايشين فيه. الحاجة دي بالنسبة لي طبعا مهمة جدا، إن أنا يعني السفر والترحال حاجه مهمه جدا، ان انا اتعلمت من خلال السفر والترحال اكتر ما اتعلمت من الماجستير ومن الشغل والكلام ده كله. عشان بس عشان برضو انا برضو وقتي انتهى، فعشان اقدر ان انا الخص الكلام اللي انا بقوله، متهيألي ان الفكره الاساسيه هي ان كل واحد فينا فرد، يعني كل واحد فينا عنده مواهب بتاعته، هو عنده رغبات بتاعته، عنده حاجات بتاعته هو اللي عاوز يعملها مش زي حد تاني. فمتهيألي ان كل واحد فينا لو مشي ورا قلبه او مشي ورا احساسه في الحاجه اللي هو بيعملها، طبيعي جدا هيعمل حاجه مختلفه عن اي حد تاني، طبيعي هيقدر يتقنها اكثر من اي حد تاني وهيقدر ان هو يعمل فرق. اللي احنا بنشوفه النهارده ان بنلاقي مثلا 100 واحد بيعملوا نفس الحاجه، ده مثلا معناه ايه؟ معناه ان في 99 واحد غلط وفي واحد بس هو اللي صح. يبقى اهم حاجه ان احنا فعلا نمشي ورا قلبنا واحساسنا في كل حاجه ان احنا بنعملها. اهم حاجه برضو ان احنا لازم نسمع للناس، لازم نسمع لنصائح الناس، بس عمرنا ما نخلي اي حد يقول لنا انا ممكن انت ممكن تعمل ده وممكن ما تعملش ده. الانسان عنده طاقه كبيره جدا، عنده مواهب كتيره جدا، اكتر كتير جدا ما هو يتخيل، والانسان متهيألي ان هو الحاكم الوحيد، هو نفسه الحاكم الوحيد على نفسه وارادته وامكانياته. شكرا. خلي في فيديو بس شغال. نعم. هنا دلوقتي على ارتفاع 4224 متر، لسه بقالنا ماشيين بقالنا حركنا الساعة حوالي 8 الصبح، الساعة دلوقتي 1:30، يعني بقى مريحين دلوقتي هنا بقالنا نص ساعة ساعة.
صلى الله عليه وسلم امبارح بالليل، وده المكان اللي هقضي فيه حوالي 7 أسابيع اللي جاية، بين هنا وبين فوق على الجبل ورجع تاني. فترة في كامب 1 على 6100 متر، ودلوقتي في كامب 2 6400 متر، وبكرة ان شاء الله نوصل لكامب 3 اللي هي من بين 7200 متر و 7400 متر. فوجئنا بان في الجثة بتاعت واحد شيربا، حصل افالانش و مات، مفيش حد شافه وهو بيموت، لان هو كان اتحرك قبلنا بساعة او حاجة زي كده. بس كان طبعا الموضوع حزين جدا، في ناس قررت انها ترجع لكام تو، في ناس قررت انها تكمل تاني. جينا دلوقتي في كامب 4 على ارتفاع 7950 متر. مشينا النهاردة، تسلقنا من كامب 3 على ارتفاع حوالي 7200 متر لحد هنا. جينا دلوقتي على قمة جبل إيفرست 8850 متر بعد شهرين من الكفاح والمعاناة. قدرت فعلا ان انا اوصل وارفع علم مصر، الحمد لله كله تمام بخير. و سعيد جدا، بس في نفس الوقت لازم انزل بسرعة لان الجو ابتدى يقلب، مش عاوزين نقع في خطر. أول مصري ومصر أم الدنيا.